تحياتنا لكم واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من صحتين وهنا، حلقه مميزه لانه اليوم نهايه الاسبوع، وغير انه نهايه الاسبوع احلى شيف بالعالم معي. يسعد صباحك حبيبتي. صباح النور، كيفك؟ منيحه، مشتاقه لك. شو اخبارك؟ تمام. متنشطين اليوم أحلى. اليوم كثير متنشطين، كثير متنشطين. قد ما الاكلات رح تكون طيبه بالفعل، هي هاي والدليل على هذا الحكي. امبارح اجرب واعمل، كل ما اشي يطلع من الفرن يجي حدا وياكل دوق. يا الله شو زاكي، خلصوا. طب خلص اوكي. فاليوم عن جد عن جد زاكين الاكلات وما تضيعوها، يعني الحلقه رائعه اكيد. طبعا بدي اقول لكم انه عن جد هي توقعت هيك شفهانية انه يكون في كثير اليوم من الطبق اللي هي اللي محضرته، لكن تفاجأت انه كل حدا اخذ له حبه حبتين كذا وراح، وجيت انا كملت اليوم الصبح. صح برضو، صح وانا صح وانا بالضبط. فبدي اقول لكم من هلا، بقول لكم انه الاكلات رح تكون طيبه ومجربة، وكمان رح نروح فيها لفلسطين الحبيبة، رح نروح فيها ليافا الحبيبة، ونعمل اليوم أسكى وصفات وسفيحة يافوية رح تدوقوها بحياتكم إذا بتطبقوها على طريقة شفاني. ولكن رح نبلش بوصفة قبليها غير، وهي الحلو اليوم حلو. رح نحليكم قبل ما نملحكم اليوم. ورح نروح لمقاديرها. خلص يلا أكيد. يلا بابروتي. هاي الوصفة اللي كتير طيبة اللي عم بحكي لكم عنها هي فطائر القهوة باباروتي. كوب حليب دافئ بدكم من الكرم، وبيضة، وعندكم 35 غرام سكر، 5 غرام خميرة دوبي فانيلا، وعندكم كمان 4.5 كواب طحين، وعندكم ربع معلقة صغيرة ملح، 3 أرباع أصبع زبدة بحرارة الغرفة، 120 غرام زبدة مقطعة ل 12 مكعب. عندكم لطبقة القهوة معلقة كبيرة قهوة، معلقة كبيرة ماء ساخن، نص كوب سكر ناعم، وعندكم كمان بيضة، وعندكم نص معلقة صغيرة فانيلا، 70 جرام زبدة، وعندكم نص كوب طحين وشوكولاتة دايبة للتزيين. طيب طبعا بس بدي اعدل لكم شغله بالوصفه، اللي هي الطحين بالمقادير. اول شيء طبعا للطبق نفسه للباباروتي، هي بدل 4.5 اكواب طحين 2 كوبين وربع. اوكي مزبوط. تمام. صح. هلا انا بدي اورجيكم احنا اللي رح نعملها، بدي اغششكم انا اللي رح نعملها. هي هاي هي فطائر القهوة اللي احنا عمالنا بنحكي عليها. زي ما انتم شايفين هلأ، هاي من الوصفات الصراحة المميزة اللي كتير هلأ حتى وقتها. اللي حلو فيها حتى تعرفوا انها زابطة، انها تكون هون عندكم هيك بتدق دق، وبس تفتحوها من جوا تكون طرية. فاضية وطرية. والقوام تبعها بين البسكوت وبين الكيك. هلأ كيف بدنا نعملها؟ في عنا وصفة رح تكون للعجينة، ورح يكون عنا وصفة للي رح ينحط على الوجه، وكيف نحشيها. فخليكم معنا شوفوها. يلا تركيز تركيز، بدنا تركيز. طب هلأ عشان يلا. أعمل عجينة البن نفسها، هي كوفي بن أو اسمها باباروتي. حتى نعمل العجينة نفسها رح أحط عندي هون الحليب. الحليب طبعا بده يكون دافي، أنا مدفيته، ورح أنزل عليه الخميرة، ورح أنزل كمان السكر الناعم. أوكي. رح أتركهم هيك شوي، أحركهم تحريكة خفيفة وأتركهم شوي. إذا بدكم بتغطوهم حتى تبدأ تخمر عندكم الخميرة وتطلع فقاعات. إحنا اليوم مستعملين خميرة دوبي. أنا بحب خميرة دوبي إنه في منها أحجام صغار اللي هي زي 10 جرام. هاي رح نستعمل نصها، يعني نص معلقة كبيرة للكمية اللي بدنا نستعملها هون. بحبها لأنها صراحة دائما بتعطيني نتائج ممتازة. صح. دوبي طيبة. ممتازة. هلأ زي ما أنتم ملاحظين بخلطة العجنة أو البن اللي عندي فيها بيض، دائما البيض بيعطي هيك قوام زي القطن فانيتا للإشي العجينة اللي عمالك بتعمليها. وزائد أنه كمان فيها زبدة، الزبدة هون بدنا نستعملها بحرارة الغرفة. هلأ زبدة فيها هاي الوصفة كتير زبدة، في عندكم هذا الجزء اللي رح ينحط مع البن أو العجينة.
ورح يكون عندكم اللي هي لازم تكون بحرارة الغرفة. في عندكم جزء بدنا نكون مقطعينه، أنا رح أمشي معكم اليوم فيها خطوة خطوة حتى اليوم، مشان هيك قلت ما رح نعمل وصفات كتيرة حتى ياخدوا حقهم هاي ويلس فيها. بالضبط. فهذه نفس الإشي، الحرارة هاي بحرارة الغرفة اللي رح تنحشى بقلبها لازم تكون باردة، واللي بدها تنعمل على الوجه برضو بحرارة الغرفة. أوكي. سهلة كتير هي الوصفة، بس بدها هيك شوية تركيز، وأنا حاولت هيني أقطع لكم إياها. هلأ الخميرة هون بدأت تتفور عنا، رح أنزل عليها هيها. أوكي. هي هيك بدأت تتفور، ما بتاخد وقت كتير. رح أنزل عليها البيض، ورح أنزل كمان الفانيلا. تمام. رح أخلطهم شوي، بعدين رح أضيف عليهم الطحين والرشة الملح. أوكي. حاسة كيف حاسستيها لهلا؟ أنا مركزة معك كثير، يعني أظن كل بدهم يركزوا، فما عم بحاول إنه ما أقاطعك، ما أفوت وأحكي مع المتابعين، لحتى عن جد الكل اللي بده يركز بالوصفة اليوم يقدر ياخدها بتفاصيلها، لأنها وصفة حلوة وعن جد تاكليها برا بتكون حق الوحدة مبلغ، يعني صح. بتحطوا لكم مبلغ كتير كبير حق القطعة. إحنا اليوم رح نعملها بطريقة أوكي بدها دقة، بس هي رح تاخد معها يعني بنفس حق وحدة أو تنتين رح تعملوا 12. بالضبط. هي الفكرة. أوكي. طيب هلأ رح أنزل عليهم الطحين. تمام. تدريجي ولا بتنزلي تدريجي؟ هي بدها تصير عجينة طبعاً. هي رح يصير قوامها عندكم عجين. الزبدة رح أخليها للآخر تنحط معاها حتى تنخلط. تمام. لاحظوا هي قوامها رح يكون طري أطرى من العجائن اللي بنعملهم دائماً. أوكي. هيك. يعني طراوة المبروشة؟ لا أطرى شوي. أطرى كمان أطرى شوي. أوكي. أطرى. زي ما انتم شايفين هيها بدأت تلم على حالها، الطحين مع البيض مع الخميرة مع الحليب هي هم بدوا يلموا على بعض. رح أعلي شوي العجانة. أوكي. تمام. هيها لازم تبدأ تلم اللي على الداير. أوكي. هلأ انتم فيكم تعملوها على إيدكم أكيد، يعني بزبط كمان تعملوها على إيدكم، بس احنا اليوم انا قلت رح اعملها بالعجانه عشان كمان تضلكم شايفين من الاطراف. انا حبيت انه ازاز لها ازاز ما هي لحتى يبين يعني بالضبط حتى الكل يشوف. صح 100%. هلا رح نحطها زي ما حكينا، ما رح نسكت مخرجنا خلص. طيب هلا رح انزل عليها بس هيك بدها تتلم مزبوط. لا أوكي. لسه بدها شوي، بدها كمان دقيقتين. اوكي طيب يلا دقيقتين، طالما دقيقتين انا معي دقيقتين. طيب اذكركم انه بتقدروا تحضرونا طبعا على اللايف، كمان بتقدروا تحضرونا بمواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك، صفحتنا الرسميه هي عمان تي في اوفيشال، وكمان عندنا عمان تي في كيتشن على الانستغرام. احنا طالعين لايف، بنحب نشوف كل تعليقاتكم، وكمان يعني راح اقرا التعليقات بعد شوي، ولكن راح نروح فاصل. يلا أوكي. لفاصل صغير. بس قبل الفاصل رح أضيف الزبدة ونرجع تشوفوا العجينة. يلا خلص. رجعنا معكم بالحلقة ورح نكمل معكم اليوم وصفات. أول وصفة بلشنا فيها اللي أخذنا مقاديرها طبعاً قبل الفاصل هي كانت باباروتي، ورح تعملها شيف هانيا بكل تفاصيلها لحتى تشوفوا كيف رح تاخد القوام اللي ورجتكم إياه. وأكيد طبعاً إذا حابين تعرفوا كمان تفاصيل بتقدروا ترجعوا لللايف وتحضروا من أول بعد ما تخلص الحلقة، وإذا عملوا شير شير بتضلها عندكم. هاي الفكرة عجبتني أنا ديك المرة قالت لي إياها فينيتا، قالت لي اللي بيعمل شير بتضل الوصفة عنده على الفيسبوك، أنت ما بده بيرجع بيعملها 100%. طيب هلا شوفوا كيف العجينة لازم تطلع هيك طرية عندكم، شايفين ما أحلاها. رح أتركها عشان ترتاح، يعني بدنا نتركها ترتاح تقريباً نص ساعة. أوكي. بدنا نغطيها أكيد وبعدين بدنا نتركها ترتاح نص ساعة. في معي هدية لإلك. هاتي الهدية. هي الله عشان غسلناها حتى نكمل عليها باقي الوصفة. حاولت أمسحها بأسرع وقت. ما زبط معاكي، عادي عادي فانيتا. هيها بس بدي اياها تركب. تدخل على المسنن. هي هاي اصعب شيء. خلص هيها زبطت. زي ما حكينا بدكم تغطوها، يعني تقدروا تتركوها بوعاء. انا ما لبست كفوف لانه الصراحه هي ستيكي، هي مش زي باقي العجائن اللي بنشتغل فيهم. لاحظوا كيف طريه يعني مش ناشفه. صح. وهذا من اسباب نجاحها، لانها اذا كانت في عليها اذا كانت كثير قاسيه ما راح تعطيكم القوام الزاكي اللي راح تاخذوه بالاخر. فمن اسباب نجاحها انها بدها تكون شوي
هيك طرية وستيكي. أوكي. فمشان هيك أنا من اليوم مو قادرة ألبس كفوف لأنها بتلزق بقلب بالزبط. العجينة. هلأ على أساس إحنا تركناها وارتاحت، يعني يتخيلوا معاي إن تركناها هيك تقريبا نص ساعة أو ساعة حتى ترتاح، بعدين رح أقطعها. رح أقطعها أوكي. بشكل أنا مش جاي بقطعت العجين بس مش مشكلة، رح نعمل رح أقطعها بالسكينة أظن أضبط. هي احسن انه تقطعوها بقطعه العجين، بس انا نسيت اجيبها تبعتي. تعملوها تقريبا 12، يعني هاي الكميه اللي عندكم تعملكم 12 وحده. حلو. انا هلا عامله تقريبا هاي نص الكميه، فلها لازم تطلع عندي تقريبا 6، فهي اوكي هاي 3 وهي 3، واذا حبيتوا بتقدروا توزنوهم عشان يطلعوا 100% كلياتهم نفس الوزن. تمام. فهي رح يصيروا هيك. رح أخذ كل واحدة هذه بعد ما خمرت، ورح أعملها أشكلها بهاي الطريقة، أنزل اللي بينزلوا تحت ونحطهم هيك ونكورها لحد ما تعطينا هذا الشكل. هايها زي ما حكينا، هاي لحد ما يعطوني كلياتهم لازم يكونوا تقريبا نفس الحجم. زي ما حكينا فيكم تستعملوا الميزان حتى تعملوا إنه كلياتهم يعطوا نفس الإشي. هلأ حطيناها هيك. طلعوا ما احلاهم عن جد، يعني يا ريت في شيء بالتي في يقدر الواحد يخليكم تحسوا كيف هي قديش مرونتها. اوكي فهي حطيناها هيك وهي هاي. هلا هيك رح نتركهم يرتاحوا تقريبا ربع ساعة مش أكثر، لأني بدي النفشة الثانية تكون مع الزبدة. رح أعملها بهاي الطريقة. اوكي يعني أول مرة نص ساعة، بعدين بتريحيهم كمان بعد ما تقطعيهم كمان ربع ساعة أو ربع ساعة. اوكي 10 دقائق مش أكثر. رح أغلبك فانيتا، بدي من الثلاجة قطع الزبدة. حاضر. في قطع زبدة زي ما حكينا اللي رح ينحشوا بقلبهم لازم يكونوا زبدة مبردة. هلا بتجيبوا إصبع الزبدة بتقدروا تقطعوه ل 12 قطعة. 12 قطعة متساوية عشان يطلع لكل وحدة تقريبا بيطلع لها وحده من هدول. اوكي هلا انا في عندي هون، انت جهزتيهم؟ انا مجهزه اشي هيهم. هلا بعد 10 دقائق رح يصيروا عندكم هيك شكلهم، شايفين؟ رح ينفشوا. طلعوا كيف قوامهم قد ايه رائع. هيها يعني رح تتغير عندكم من هذا الشكل لهذا الشكل. هاي الحلقه كثير تقصدت الصراحه امشي معكم بكل الديتيلز فيها، عشان عن جد يعني فرحة إنها هيك تزبط معاكم والإنجاز كتير كتير حلوة. 100%. هلأ رح أفتحها هيك زي ما أنتوا شايفين، ورح أحط بقلبها قطعة زبدة زي ما حكينا. الزبدة بدها تكون من التلاجة هيها، ورح أسكرها من كل الأطراف. أوكي. ورح أتركها تخمر شوي صغيرة كمان كمان. يعني هلأ بدكم تقضوها بتخمروا بس؟ لا لا شوفوا بتقدروا انكم تختصروا وحده من الستبس، انهم هون لما بتعملوها هيك كره بتقدروا راسا تحشوها وتتركوها تخمر. انا هيك عملت الصراحه. أوكي. يعني مزبوط برضه هيك. هي وصفه اجنبيه، انا الصراحه جبتها من شيف اجنبيه معروفه هي بتعملهم هدول، فكتير شاطره. فهي بتقول لك انه احسن انك تريحيها هيك، بس انا على التجربه امبارح ريحتهم، بس اول مره ريحت العجينه هديك وبعدين عملتهم طبات وحشيتهم وتركتهم يرتاحوا قد ما بدهم مع بعض. خذوا راحتكم. ربع ساعه نص ساعه لحد ما تنفش. اوكي. هلا برضو هي الشيف ايش عملت وقتها؟ تقدري تاخذي قطعه عجينه صغيره تلفي فيها الزبده، بس انا على التجربه جربت الطريقتين، هاي الطريقه عجبتني اكثر فانا اعطيتكم الصافي. اوكي فهي هيك لقيتها احسن انك تلفيها كامله. انك تلفيها كامله. ايوه تمام. هيها هيك لحد ما نخلصهم كلهم. أوكي. لازم تتسكر كثير منيح عشان الزبده لما بدها تدوب بقلبها حتى تعطيها هذا القوام طراوه. ما هي هلا هيك لحد ما تكملوهم كلياتهم. زي ما انتم شايفين هيهم. رح اتركها ترجع تخمر برضه الخطوه اللي بعدها لحد ما تعطيكم هذا الشكل. اليوم شفهاني طبعا جايت لكم وفارد صواني ورا كله صواني، كل الخطوات اللي بدكم اياها فرديتها وحطيت لكم اياها وحطيتهم ورا. صح 100%. اوكي طيب هي هدول. يعني هلا هون هاي بعد ما خمرتيها كمان مره قد ايه اعطيتيها وقت؟ تركتيها يعني براحتها؟ تقريبا تركتها شي ربع ساعه هيك شيء لحد ما اعطتني هذا الشكل. هلا بدنا نعمل الكراست اللي رح تنحط فوقها اللي هي خليط القهوه. اوكي
يعني رح اتركها هلا ترتاح شوي، رح احط الخليط اللي فوقها. الخليط اللي فوقها هو في اللي هي طبقه القهوه اللي فوق اللي هي عندكم عم بتقرمش. اوكي، رح احط الزبده اللي هي بحراره الغرفه ورح اخلطها شوي بهاي الطريقه. تمام، هاي هيك، وبعدين رح انزل عليها السكر الناعم. اوكي، على كله ولا يصير اشياء. هو رح يعطينا حفله هون، يعمل لك تك تك تك. جعبالي بس اكمل هاي، انها قريبه عليه فعم بتزقف. عم بتزقف. خلص منيح هيها. طيب رح ننزل عليهم السكر الناعم. انا صرت خايفه هيك، احسن اظن نمسكها. لا عادي عادي. طيب هي انخلطت هون الزبده، رح ننزل عليهم السكر الناعم. اوكي اوكي، تاخذ كميه سكر ناعم منيحه. عادي هيها. تمام، وبس يبدوا ينخلطوا مع بعض مزبوط، يعني لازم يتجانسوا البيض مع السكر، بعدها بننزل عليهم البيض، سوري عفوا السكر مع الزبده. اوكي، بعدين بننزل عليهم البيض مع الفانيلا. هي زي ما انتم شايفين صارت عندكم زي قوامها، زي كانها هيك، زي كانها فتات. هلا هاي الوصفه شوي بنتها هي لل يعني هي شوي متقدمه. أوكي. يعني احنا لما بنعمل كلاسيفيكيشن او بنعمل مثلا ترتيب للوصفات، يعني كثير كثير عملت معاكم وصفات تبعت الكيك اللي بس حطي هذا على هذا على هذا خلاص، هاي مبروشه هيك على هيك. لا هاي شوي بدها دقه، بس بدها هي بدها رواق، بس هي كثير بتطلع معاكم عن جد زي المشهوره عالميا. حلو. واللي هي مشهور يعني كثير مشهوره. بده الواحد يكون فاضي يعني بيوم لما بده يعملها، يعني لا عنده طبيخ ولا عنده تنظيف ولا عنده شيء ويعملها بالضبط. بعدين عجبتني فانيتا انك تقدري ايام تعمليها وتحطيها بالثلاجه. اوكي، ويعني بس توصل على هاي المرحله بعد ما تحشوها بالزبده بتقدروا تحطوها بالثلاجه، وبس يجيكم الضيف بتحطوا الخلطه اللي هلا عم نعملها وبدخلوها على الفرن، فخلص بتكون اسهل منها ما في. تمام، هلا شايفين انتم كيف طلع عندكم القوام بهاي الطريقه، هذا اللي هو السكر مع الزبده، لازم يكونوا هيك اندمجوا زي شكل غريبه. اوكي، ورح انزل عليها هلا ايش قلنا ضل؟ البيض والفانيلا. واو والله انك مركزه فانيلا معي. لا انا مركزه منيح، جعبالي اعملها صار شفهاني يعني. لانها عن جد بتشهي. هلا بس يطلعوا من الفرن بدي ادوقك اياهم كمان. اوكي، رح ننزلهم ونكمل الخلط، وبعدين رح ننزل عليهم الطحين والقهوة. أوكي. اليوم احنا مستعملين قهوة دوبي. بنت بالله امسكي هذا صديقك، حاسة مش عارفة ليه حاسة رح يصير اشي. اوكي، رح نستعمل عليها قهوة دوبي. اوكي، هيها قهوة دوبي، بدي ادوبها بشوية مي، يا دوب معلقة. هاتي خلص هي ماسكتها. بدك مي؟ لا لا مش مشكلة. خلص ها. اوكي. بدي عم بسألها إذا بدها كانت تجيب لي مي للقهوة. صح. شو طيب. أنا وعلي مع بعض. صح. علي مشاغب بحب أحكي لكم، احنا بنكون عم نعمل لكم وصفة بقمة التركيز وعلي عماله بشاغب. بشاغب جوا. والله دائما ما بقدر علي. عن جد ما في منه. اوكي. طيب هلا زي ما انتم شايفين كيف صار قوامها، هذا القوام اللي بدنا اياه. هلا رح ننزل عليها ايش قلنا؟ الطحين. الطحين. اوكي، هي هيك يعني بدت هيك تبرغل شوي. اوكي، بس مش مشكله لان هلا رح ترجع تشد كلها مع بعضها. هي رح نحط كل كميه الطحين. تمام، ورح نحط. انا عندي فضول عم بيقتلني اعرف كيف بدك تحطي هاي الطبقه على الطبقه الثانيه. هلا بتشوفيها. طب منيح هيها. هلا زي ما حكينا هلا عم نخلطها، برضه رح تعطيني عجين، بس رح تعطيني عجين شوي طري. رح انزل عليها القهوه. يا سلام، هي هاي صراحه التب اللي عن جد بتعطيها طعمه طيبه. صح، هيها هيك. حاسه انه ممكن نعملها هيك. كمان شغلات ثانيه يعني ممكن. زي انه تكون ستروبري رازبري بدل قهوة، ممكن فليفر تانية نعطيها هيك شغلات. ممكن نعمل معها هيك. صح. هلا هي بيقدموها عادة بحطوا على وجهها شوكولاتة دايمة، ممكن تحطي على وجهها زبدة فستق حلبي. بسلم على منى عشان منى طلبت مني اشي بزبدة الفستق الحلبي، رح اعمل لك اياه ما نسيتك. فممكن انه تحطوا على وجهها كثير كثير اشياء. هلا هذا هو اللي بدي اوصلكم اياه، شايفين هي عملناها قدامكم خطوة بخطوة. هذا الخليط اللي عم نحكي عليه انا وفانيتا. حبيت. يلا هلا رح احطه بالكيس التزيين.
اوكي دقيقة بس انزل هدول هي هيك. ما بتتخيلوا قد ايه ريحته طيبة الصراحة. صح ريحة هذه الكوفي هيك طالعة حتى اذا عندكم. عن جد طالعة كثير طيبة. اه عن جد زاكي رح يكلفوا الولاد اليوم رح تروح فعل ثانية وتعمل لهم الباقي بالبيت كلياتهم هيك كل البابروتي كمية بالزبط. كبيرة مش عبالكم من امبارح هيهم. خلص هي انعملت بالضبط. اوكي طيب بس بدي اجيب كيس التزيين. كيس التزيين هو كان سموير اظن انه بالثلاجة صح. طيب اوكي هلا احنا رح نطلع فاصل شو رايك نزينها بعد الفاصل؟ يلا اوكي, يلا أوكي. فاصل صغير وراجعين. أنا معكم مع الحلقة اللي فيها وصفة يعني بدها رواق وطولة بال وحد يكون فاضي لما يعملها. وشوف هاني اليوم عن جد عم تعطينا التفاصيل كلها لحتى نعملها مزبوطة وتطلع زي ما هي عملتها والقوام تطلع فيها. طيب كملي لنا شوف هاني. يلا هلا نكمل. كانت عم بتقولكم فانيتا انها هي محتارة كيف بدي احط هاد على وجه العجينة. صح. اللي هو خليط القهوة اللي عملناه اللي كان فيه السكر والهيك سكر والقهوة. هلا رح احطهم بكيس التزيين. رح اقيم هاي القطعة هيك. شوف اذا بدت اوكي وراح احطها على وجههم هي هيك اوكي. بدكم كانكم عم ترسموها رسم بدكم تغطوها كامله. طبعا هي فيها خليط زبده منيح فهذا الزبده هلا بس تنحط بالفرن رح يبدا يدوب عليها كلها. اوكي برضو هذا هيك يعني بس من فوق هيك بتحطيها؟ ايوه بس من فوق. أوكي. لانها هي رح تبدا هلا بتشوفيها فانيتا بالفرن رح تبدا تدوب. نفس الشيء هون هي يعني كيف الفن؟ أنا بتحسها شو رح تعمل؟ رح تيجي تدهنها دهن؟ شو رح تحط فيها؟ كيف رح تعملها؟ بس أوكي لا هيك لا لطيف. كيس التزيين هيها هيك ضمها خفيف سريعة عن جد إنها سريعة هي بس فيها سريعة. إنكم تحضروا لا والله هي بس بدها تحضير الأغراض هي هذا اللي اشترحها شوي لا التخمير اللي بدي والتخمير بدك ساعة تخمير بس أنا زي ما قلت لك أنا ما باخد يعني عادة بغير بالوصفات حسيت إنها لا خلص بس تنحط بقلبها الزبدة خلص بكفي يعني تتركيها تتخمر قصدي بس لما تحطي فيها الزبده ما في داعي التخميره اللي قبل ساعة. خلص لانها اصلا خليها تتخمر وتنفش والزبده قاعده بقلبها. اوكي فهيها هيك صاروا بيرفكت. قد ايه بتحطيها بالفرن شوف هانيه؟ بدها بالفرن على حراره 180 تقريبا تاخذ لها يعني من 15 دقيقه ل 20 دقيقه هيها. اوكي بحب تشوفوها كيف شكلها هيها. طيب طبعا احنا حطيناها بالفرن اخذت من 15 ل 20 دقيقة وجهزت وطلعت وراح نطلعها من الفرن وهيها راح نورجيكم اياها جاهزة هيها. شفتوا ما احلى شفتوا السرعة عندنا هيك زي السحر احنا الحلقات زي السحر بس احنا بدنا نزينها بشوية شوكولاتة هيها ولنزينها بعدين بالاخر خلينا نزينها بالاخر شو رايك بالاخر فرجيكم تزيين بالاخر أوكي. رح نروح لوصفتك الثانيه واللي هي السفيحه اليافويه اللي ولا اطيب يلا مقادير السفيحة اليافوية باللحم عنا 4 أكواب طحين وعنا معلقتين صغار ملح معلقتين كبار زيت الكرم كوب حليب دافئ من الكرم وكوب ماء دافئ وعنا زيت زيتون لرق العجين وعنا كمان للحشوة 500 جرام لحمة مفرومة بصلتين كبار مفرومين وزيت الكرم وملح وعنا نص معلقة صغيرة بهارات مشكلة ومعلقة كبيرة سمق. هلا رح نبلش معكم بتفاصيل تانية ولكن تفاصيل اسرع من التفاصيل الاولى اكيد اسرع وانا بحبها كثير الصراحه هاي الوصفه وانا كمان وبحب اقول لكم انها عن جد طيبه طلعت بدي اسلم على كل اهل يافا اللي بجننوا الصراحه واللي بحبهم كثير بدنا نسلم على اسيل لانها اسيل من يافا كمان اكيد طبعا هي احنا تهددنا اصلا اذا ما اذا ما ذكرناها اكيد تحياتنا لها تحياتنا للكل اكيد شف أكيد. طب هلا العجينه تبعت السفيحه اليافويه عاده بتكون ما فيها شيء غير طحين وفيها مي
أو حليب. أنا بحط بصراحة أنا بخلط التنين عشان بحس الحليب بعطيني نتيجة أسهل. هلا الوصفات تبعت زمان، تبعت أيام زمان، ما كانوا يحطوا فيهم حليب، كانوا يحطوا طحين وملح ومي. بس أنا اجتهادا مني بحط دائما معها شوية حليب، بحس بيعطي طراوي، خاصة إنها هاي الوصفة ما فيها خميرة. فعن جد بتفرقوها. رح أحط شوية زيت كمان ما فيها ريحتها من تحت مي عشان المستويين. طيب. هلا رح أرش على الطحين ملح. أوكي. أكيد. هي هيك رشة خفيفة. رح أحطها بالعجانة. فيكم طبعا تعجنوها على إيدكم. أوكي. أكيد 100%. هيها حطينا الطحين مع الملح. رح أنزل عليهم الحليب. يفضل تستعملوا حليب دافي. هلا دائما اذا عندكم تقريبا كوبين طحين بياخذوا تقريبا نص كميتهم سوائل، فممكن تحطوا للكوبين طحين كاسه ماء مي سخنه او كاسه حليب اللي بدكم اياه. ورح نبدا نعجنها زي ما انتم شايفين، لا حطيت فيها لا خميره ولا بيكنج باودر ولا شيء، لانها هي هاي الوصفه الاصليه تبعتها اللي هي بقولوا لها عويس، اظن عجينه عويس. رح احط بس شويه زيت هيك خفيف، والزيت الاكثر هلا هي هاي وقتها كمان هلا فانيتا عشان وقت زيت الزيتون، هلا وقت زيت الزيتون ووقت الشغل فيه. هلا رح نضل نعجنها، رح ازيد لها شويه مي اوكي خفيفه. طيب شوف هانيا شو رايك نسلم شوي كمان عشان ما يزعلوا منا؟ اكيد انه احنا اليوم عن جد بالوصفه الاولى انا ما حكيت، ما طلعت على الايباد ابدا، اخذت وقت كثير لانها صح. طيب بدي احكي لهم طبعا لامره وان تحياتنا لك، بتسلم علينا. اها وكمان يا امره وان تحياتنا لك. و في عنا كمان خولة عمارين بتسلم علينا، تحياتنا لإلك يا خولة. وإيمان شرعان تقول لك السلام على الوصفات ولا أطيب، تحياتي لإلك إيمان حبيبتي. عنا ست عايدة بتقول لك لو سمحتي بدي طريقة البطاطا المقلية المقرمشة الجاهزة اللي دائما بسأله شفات يعني إنه بالعكس. والله يا عايدة هذيك المرة شف خميس أظن جاوب وأعطى الطريقة، ولكن هلأ منعيد أكيد شف هانيا عندها كمان طريقة تانية أو عندها نصائح أخرى. طيب. هلأ هي طريقتها بدك تقطعي البطاطا، بدك تنقعيها بشوية مي حتى تطلع شوي من النشا اللي فيها يعني وتصير كريسبي أكتر، بعدين بدك تنشفيها وبتقليها عادي. أهم تب أنا عندي إنها بس تطلع من القلي لازم ترشي عليها ملح. أوكي. ما بعرف هي سر القرشة تبعتها، بس دائما رشة الملح الخفيفة هاي تعطيها قرشة عن جد إنها طيبة. أكيد. في ناس بتقليها نص قلية وبترد بتطلعها وبترجع بتقليها، بتحمي الزيت أكتر بترجع بتنزلها. أنا مش كتير مع هاي الفكرة، أنا بحب إنها تنقلى بزيت كتير حامي، نزلي شوية حبات بطاطا وبعدين قميهم ورجع نزلي الباقيين، يعني انه لما بتحطي كميه كثير كبيره بالزيت تنزل حرارته. صح 100%. طيب رح نحكي كمان لوليد العباسي، تحياتنا لك. بيقول لك يعني دقه وتميز، محشيه ابداع واحترام، مغلفه بخفه دم وعفويه. اسمع شكرا اليوم شكرا لك يا وليد. وامل الفار من يافا، تحياتنا لك ولكل اهالي يافا. بتقول لك المبدعه هاني يعني بتاوي حبيبتي. وسمر زرقاء، تحياتنا لك، بتقول لنا يعطيكم العافيه وبرجع لكم بعد شوي، خلينا نشوف تفاصيل شوف الوصفه. هلا انا شوي كترت مي يبدو وبدي اعلي الصوت بس انت عم تحكي، فهي يلا علي الصوت واعطينا موسيقى. هلا هيك اوكي، هلا هيك صارت عنا خالصه تمام. هيها هيك. هلا رح احط على ايدي شويه ملح، يعني هلا لانه انت محط عليها خميره ما في داعي لا تستنيها ما بدها شيء، بس هي اجمالا فانيتا حلو انها ترتاح شوي العجينه. أكيد. اجمالا يعني من ريحه شوي ريحيها بتريحك. ايوه ريحيها بتريحك على قولة وليد، كان بدها شويه ملح اكثر بس مش مشكله. هيها طحين ولا ملح؟ طحين طحين طحين. بتطلع على الطحين وبقولها ملح. والله فانيتا متبعه معي، فانيتا انا وياها دائما عندنا اشياء هيك
بعد وراء الكواليس. صح. اوكي هاي رح نحطهم هيك. هي انا الحق علي زدت المي. أنا بس لا بتزبط عادي دائما. لازم انا احط لك ملح وانت ماسكيتها وانا ماسكتها. انا قلت لك ملح طحين. بعدين لا طحين. هيها بدها طحين بس شوي لحد ما تصير معاكم. بس هي يعني حط الطحين على ايدك اليمين. هي على الايد. خلص على الايد. اوكي تمام هلا بظبطها. هي هيك حلوه طريه هي حلوه هي طريه الصراحه. وهي اللي انا اللي عملت لكم اياها عن جد عن جد انها بتشهي. صح. هاي رح نقيم هاي. اوكي عشان ما يقولنا تالي تبيض. لا خلص والله يا علي والله ما انا نازله. اوكي هاي اللي رح اكمل هيك عجنها صراحه ما في بعد الايد. صح. طيب شوف هاني احنا جاهزين لفاصل عشان بعدين ترجعي لهم وتفرجيهم اياها بتكون ارتاحت. أوكي. شوي يمكن مزبوط. صح. بعد الفاصل. اوكي رح نطلع فاصل صغير ونرجع. طبعاً بس عشان أورجيكم إيش في دليل معنا بالاستوديو لأنه قبل ما تنسرق وتروح القهوة موجودة لإلي أنا والشيف هانيا مش لحدة تاني من اللي معنا نشربها مع البابيروتي. صح. بس قبل ما بعد ما ناكل السفيحة اليافوية بعد سفيحة يعني بالزبط تكون خفيفة. أوكي عشان هيك مش ما رح طعميك من هاي. بالضبط. طيب شيف هانيا أنت تركتيها ترتاح أكيد. وهلأ قاعدة عم بترقي العجين بزيت الزيتون. مزبوط. صح. يعني أنا بفضل أني ما ألبس كفوف بهاي الحركة عشان الصراحة بتساعد أكتر. بدها تنرق بكمية زيت زيتون منيحة. كل ما بتسخوا معها بزيت الزيتون تطلع عندكم الصراحة أطيب وهيك زاكي الصراحة. فهيها رح نرقها زي ما حكينا بدها تكون كتير رقيقة. أوكي. حاولوا أنها ما تنمزع. هي هيك أحلاها عن جد. ما أحلاها. صح. بحب أنا كتير بحب العجين الصراحة. بحب الشغل بالعجين كتير. يعني من أكتر الأشياء اللي بحبها هلأ اللي حلو مع زيت الزيتون يعني. وتحديدا مع زيت الزيتون. بعدين أنت يعني عزيتينا مزبوط يعني عملتينا هذيك المرة شو اسمه المطبق. واليوم كمان هيك يعني بحب أنا صراحة بوقت زيت الزيتون بحب هاي الأكلات دائما. المطبق السفيحة اليافوية المسخن هاي الأكلات الصراحة وقتها جد. بدي أقول لك شيف هانيا بس قبل ما تكملي إنه اليوم عن جد بقولوا لك إنه الوصفات عم تعمليها كتير إبداع تحديدا باسلة الطراوني. فشكرا لك يا باسلة. شكرا يا باسلة. وسهى شخشير كمان بتقول لك قد إيه عم بيكون مبدع يعني مبدع الوصفات اللي عم تعمليها. حبيبتي يا سهى. دليل قد إيه الوصفات اللي عم بتسويها بحاجة لإلها. عم نشوف ستات البيوت مرات للتغيير تحديدا. صح 100% يعني بيكون الواحد بده يعملهم ودائما بنجيبهم من برا مع إنه بيقدر يعملهم بالبيت. هلا في إشي بدي أقول لكم إياه. لما بتعملوا العجينة حاولوا إنكم تقطعوهم لكرات قد هاي قد بعض. أوكي. كل واحدة من هاي بدكم ترقوها بدكم تعملوا حسابكم إنها مثلا بدها تطلع معاكم شي 3 أو 4 من السفيحة اليافوية. هلا زي ما حكينا بالعرض لازم تكون هيها عرضها منيح. هلا نحكي عن الحشوة. الحشوة هي بصل ولحمة مفرومة. اللحمة اللي بدكم تجيبوها بدها تكون لحمة مدهنة ما بنفع تستعملوا لحمة ناشفة. يعني ما بزبط معها مثلا لحمة عجل. لازم لحمة خروف أو إذا بدكم تحطوا عجل تحطوها معها شوية دهنة. أوكي. من الأشياء المهمة كمان فيها إنها لازم تكون البصل فيها كميته كبير حتى تضلها عندكم طرية. رح نعمله رح أضيف لها طبعا وهي دافية رح ينضف لها سماق لأنه كمان هلأ وقت السماق. وأنا حاطط لها ملح وحاطط لها بهارات. أوكي. طيب هلأ رح أبدأ. وبصل هي زي ما حكينا كل ما كترتوا فيها كمية البصل رح تعطيكم نتيجة أكتر أزكى ورح تطلع عن جد إنها أزكى. شفتي مين بلحيني عن التركيز مرات علي معاكي. علي. يعني أنت حكيتي بصل وأنا رجعت عدت البصل يعني. لازم دائما يعلق عليه. طيب هي هيك. اوكي بس بدي اطفي على البابيروتي. خلص هي خلصت صارت امورها تمام. هو لو نطفيها ونطلعها ولا شو رايك بصير؟ هلا زي ما حكينا رح ناخذ اللحمه لازم تكون لحمه مدهنه زي ما حكينا وفيها بهارات خفيفه معها سماق ومعها. أوكي. بصل كميه منيحه.
طيب في سؤال من منال لإلك شيف هانيا. تفضلي. أكيد. إنه شو ممكن نحط على البطاطا إذا بدنا نعمل معجنات بطاطا؟ البطاطا أكتر إشي بالبق معاها البصل، وبالبق معاها الفلفل الأسود، هم هدول أكتر إشي. أوكي. أنا بحب تكون حشوتها هيك بكرم محطوطة. رقية شو اللي بتحب اسمك كتير يا أم الهن؟ ما أسكاكي حبيبتي رقية، شكرا كتير لإلك ولذوقك ولطفك. هلأ هي هيك رتبناها. هلأ رح ناخدها ونردها عليها العجينة من كل الجهات ونرجع نرتبها بهاي الطريقة. حلو. شايفين قديش رقيقة العجينة؟ كتير مهم إنها تكون هالقد رقيقة معاكم. هاي تمام. حتى أنا بحاول فانيتا إني ما أعمل فيها كتير طبقات عشان تضلها رقيقة وتبين منها اللحمة. أوكي. هيها رح أقطعها هيك. أوكي. ورح ألفها زي ما أنتوا شايفين متسقسقة بزيت الزيتون، وهذا الإشي اللي رح يعطيها الطعم الطيبة. هاي هيك يا عيني يا شيف هانيا. أوكي. لتطلع معكم بهذا الشكل الرائع. بالضبط. طبعا هي. احنا طلعت معنا بهذا الشكل الرائع زي ما انتم شايفين. عجينتها رقيقه، كثير مهم انها تكون العجينه رقيقه. طب اعمل وحده ثانيه، في معي وقت دانا وبعدين بنزين الدقائق. يلا اوكي. اوكي رح ارجع احط اورجيكم وحده ثانيه. هلا هي بيختلف فانيتا، في ناس بتحب تعملها مثلا صغيره، في ناس بتحب تعملها اكبر شوي. صح. برجع لكل واحد كيف بحب. 100% زي ما حكينا رقيقه. احنا عم نورجيهم اياهم جاهزين شيف هانيا. ايوه صح، بما انه احنا وقتنا عم بيكون ضيق. اوكي هاي هيك. مين جا عباله صراحه انها ريحتها من اول الحلقه وهي معبيه الدنيا عن جد من اول الحلقه واحنا عم نشم الريحه. هاي هيك يعني. ورح نلفها لف ونسكرها. هيها. اوكي. هلا انتم فيكم طيب. ترجعوا تمسكوها هيك تعملوها أرق اذا بدكم. ايش اعمل؟ يا الله. يلا هيها هيك ورح نحط يعني عليها. أنا مو معقوله على فكره شيف هانيا، بتعرف شو نسينا؟ احنا من اول الحلقه كان المفروض عملنا هذا الحكي، مع ان احنا محضرينه من قبل وقت. بالضبط. اكيد. هي اصلا اظن انها احتفلوا فيها كثير، بس احنا طبعا هو عيد ميلادها الاصلي والحقيقي هو اليوم. هو اليوم اكيد. اليوم العيد ميلاد، عيد ميلاد يعني لا هو احلى يوم ويوم مميز جدا، لانه البنت اللي انولدت اليوم تحديدا من الطف الناس اللي انا تعرفت عليهم بحياتي، ومن احلى الناس اللي تعرفت عليهم بحياتي. انسانه يعني بيضة شفافه، قلبها ابيض 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 ابيض، وانا بحبها كثير 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 كثير. واسمها دانا زوقش، هي معده البرنامج اللي عندنا. حبيبه قلبنا عيد عليك دانا، ان شاء الله كل سنه وانت سالمه وينعاد عليك بالخير يا بيج بن. انتم بتعرفوا انه بيج بن، بتعرفوا انها دانا اسمها الحركي هو بيج بن، لانها هي بالضبط على قد دقه الساعه بتشتغل كل شيء بدقه لازم عندها. بالضبط. طيب ما بدنا نحتفل احنا بشو اسمه صح؟ علي ما بنحتفل فيه. علي ما بدنا نحتفل فيه اكيد. أكيد, اكيد لانه مشاغب علي. عن جد مشاغب. طيب. يا علي هلا بس بدي اكملكم على السفيحه اليافويه، بدها تنحط بفرن حامي، لازم يكون حامي منيح. وبتقعد تقريبا 15 ل 20 دقيقه زي ما انتم شايفين. انا رجعت حطيت شويه زيت زيتون على الوجه عشان عشان تتحمر مزبوط. هي مسقسقه بالزيت اصلا، فرح نحطهم بالفرن. مش انها مسقسقه بالزيت. بين حراره 180 ل 200 تقعد تقريبا يعني ربع ساعة تقريبا لحد ما تحمر عندكم. اوكي. طيب هلا نرجع للبابروتي. هاي انا رح احط لك اياهم هون. وفي هدول كمان. بدي اجيب لك اياهم. يسلموا ايديكي. انا اجيبهم. ما احسنك. يلا ما رح اقول لك. عشان تحطي شوكولاتة انت. يلا اوكي. اوكي. يلا هلا بنجيب شوكولاتة سايحة. اوكي. دقيقة نقيم هاد. هاي رح احط لك اياهم بالفرن. ونقيم زيت الزيتون. هيك. ماشي. قطاعة. اوكي. هاي بدنا اياها احنا. وهدول لا. لا خلص. اوكي. هلا رح نبدا بتزيينها. بتجيبوا شوكولاتة سايحة بتسيحوها مثلا بالمايكروويف او بالفرن، وبدكم تعملوا لها هذا الشكل العظيم.
زي ما حكينا فيكم زي ما قالت فانيتا فيكم تعملوها برازبري، فيكم تعملوها بزبدة الفستق الحلبي، صح مفتوح لكم مجال تعملوا ايش ما بدكم بدل فيها. بس بدل القهوة طبعا. شيف هانيا يعني اليوم وصفات كتير طيبة اللي عملتيها وشكرا كتير لك وشكرا لها أسكى وصفات، يعني دايما عم تجيب لنا شغلات جديدة اللي احنا بنحب نغير فيها. واكيد بدي اشكر كل اللي تابعونا اليوم، انا اسفه كثير كثير بس كنت حابه انه الكل يركز بوصفات شيف هانيا اليوم لانه عن جد الوصفات اللي عملتهم كانوا بحاجه لكثير تركيز وعدم مقاطعه مني لما اقرا الاسماء. بس انا بحبكم كلكم، احنا بنحبكم كلكم، واكيد ان شاء الله بنلقاكم بحلقه جديده طبعا يوم السبت. بدي اتمنى لكم نهايه اسبوع سعيده للجميع، تكونوا مبسوطين فيها وتقضوها مع الناس اللي بتحبوهم انتو كتير ان شاء الله يا رب. ويلا خلينا نزينها عشان نحطها.